انضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الاستاذ محمد بيطار الكاتب الصحفي السوري، اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه. استاذ محمد، يعني في اي سياق يمكن وضع هذا القصف المتواصل من النظام على ريفي ادلب وحماه والذي تطور الى القصف الفوسفور الابيض، ما الذي يريده النظام بالضبط؟ لا اعتقد برايي الشخصي يعني هو في سياق تخريب العمليه السياسيه، يعني هو القصف هذا مو جديد اللي بيتبع المنطقة من سنين، كل ما بيصير في تجذبات سياسية أو خلافات في الملفات السياسية تنضرب هاي النقاط. إذا بنطلع على الخريطة اللطامنة، خان شيخون، المعرة، ولكن هي يعني مجرد خلافات سياسية، يعني لأني نحن بنشوف أنه ما في تحرك على الأرض، يعني ما في معارك على الأرض، مو الهدف منها هو أخذ مساحة أكبر، مجرد هو بيكون في خلاف سياسي فأحد الأطراف بيحاول يعمل عملية ضغط من خلال هذا القصف. نعم، ماذا عن الضامنين لوقف إطلاق النار في أرياف حماة وإدلب؟ لماذا لم يتدخلوا حتى الآن من أجل إيقاف القصف؟ الضامن الروسي والضامن التركي لا يمكن أن تدخل في مشاكل أو في قصف جبهة النصرة المصنفة دوليا على أنها إرهابية، يعني جبهة النصرة مصنفة دوليا على أنها إرهابية والنظام وإيران عم يضربوها. هلأ انذكر بالتقرير أنه القصف روسي، مع العلم أنه مدير الدفاع المدني في منطقة المعرة أكد أنه الطائرات كانت للنظام وكانت هي بالتعاون مع إيران، وكمان وزارة الخارجية الروسية أكدت أول امبارح أنه القصف ليس روسيا. يعني هذا إذا بدلنا على شيء بدلنا على في فجوة، في خلاف بين إيران وروسيا. هل الضغط الأمريكي الذي يمارسه على النظام، الضغط الاقتصادي، علاقة بالقصف الذي يقوم به النظام؟ والله لا أعتقد أنه هو ضغط يعني من هذا النوع، يعني وما بيتدخل بهذا الشأن أبدا، لكن إذا بتتابع في حركة لبيدرسون في المنطقة لإعادة تفعيل الحل السياسي، وكلنا نعرف أنه هيئة المفاوضات العليا هي في واشنطن في هذا السياق، هذا مما يعني أثار غضب الإيراني والنظام السوري. نعم، في أي اتجاه موازي برأيك، يعني ما مدى موافقة المعارضة على فتح الطريق الدولي؟ هل سيكون بصالح السوريين في مناطق المعارضة فتح هذا الطريق بالفعل؟ ملف الطريق الدولي هو يعني هو بيصب في مصلحة جميع الأطراف، سواء كانت المعارضة أو نظام الأسد أو تركيا، فلا اعتقد انه هذا الملف يعني بده يتوقف، والطريق اعتقد يعني عاجلا ام اجلا رح ينفتح، هو قضيه وقت مو اكثر. حتى انا فيني اقول لك انه هو بصالح السوريين، يعني فتح هذا الطريق رح يكون يعم بنتائج اقتصاديه على المنطقه كلياتها وعلى المواطنين، يعني من الصغير للكبير، لكن هذا بيتوقف على قد ايه ممكن انه تخسر المعارضه من الاراضي تبعها او قد ايه ممكن تستفيد منه من الواردات تبعه. نعم، هل من الممكن أن يكون هناك واردات للمعارضة بفتح هذا الطريق برأيك؟ صديقي طبعا يعني أكيد، هلا مثلا نحن كلياتنا بنعرف باب الهواء أو المعابر اللي مستلمتها المعارضة بتاخذ هي جمرك على البضائع اللي بتدخل على سوريا. نعم. طيب إذا ما استمر النظام القصف على وفق المحددات، ما المحددات التي ستعمل عليها المعارضة المسلحة؟ هل برأيك هذا القصف يعني هو انهيار تام لاتفاق سوتشي؟ لا أعتقد أنه هو انهيار أبدا لاتفاق سوتشي، اتفاق سوتشي أكبر من هيك بكثير، لكن مثل ما قلت لك يعني بيكون في خلافات سياسية فأحد الأطراف بيمارس ضغوط بشكل أو بآخر، يعني مثلا النظام الأسد بيقصف بالطائرات، المعارضة من قبل 3 ساعات إجا خبر أنه في قذائف نزلت باللاذقية من قبل المعارضة أطلقتها، يعني هي عملية تجاذبات سياسية مو أكثر، لكن هذا لا يعني أبدا انهيار اتفاق سوتشي، لأن موضوع اتفاق سوتشي هو أكبر من هيك بكثير. الأستاذ محمد بيطار الكاتب الصحفي السوري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.